الضغط الذكري، ممكن تكلمنا عن السمنة ومرض انقطاع التنفس أثناء النوم؟ هو الحقيقة السمنة ده طبعا بقت منتشرة جدا لدى المصريين، فلو قدرنا نحسبها فبنقول ان في حوالي من 30-35% من المصريين بقى عندهم سمنة. بس في عندنا في ثلاث حاجات للسمنة، في عندنا في حاجة اسمها overweight، يعني الوزن الزايد، سواء السمنة المفرطة ده زائد السمنة. الأخطر في هذا الموضوع اللي احنا بنسميها السمنة المفرطة، يعني ان الوزن بتاعه فوق طوله بحوالي 50 كيلو تقريبا، يعني لو الطول 70 سنتي او بقى وزنه 120 سنتي، ده بنقول عليه سمنة مفرطة. هي لها حساب طبعا بتقاس بيه، لكن هو انا بتكلم عليه رفلي. السمنة المفرطة دي مشاكلها كتير جدا جدا، لأنها بتعمل زي ما بتعمل ترسبات دهنية خارج الجسم، تحت الجلد وتحت الدقن وفي الرقبة وفي كل مناطق الجسم، بتعمل برضو ترسبات شحمية في اللسان، في الحلق من جوه، في حوالين القلب كمان، ولذلك لدرجة أنها ممكن تعمل سكتة قلبية مفاجأة للبني آدم. بتعمل في حاجة بقى عندنا اسمها مرض اللي هو انقطاع التنفس الترددي أثناء النوم، اللي هو بيبدأ بالشخير وينتهي بانقطاع التنفس الترددي. انقطاع التنفس الترددي يعني إيه؟ يعني العيان يبقى نايم مشخر وفجأة نفسه انقطع مدة 10 ثواني، بعد فجأة يقوم عايز ياخد هواء، يجري على الشباك عشان ياخد هواء ويرجع ينام تاني. تكرر الحكاية دي أكثر من 10-15 مرة في الليل، كل نتيجتها إنه طول النهار مش عارف يشتغل لأنه ما نامش بالليل، فتلاقي المريض ده باستمرار نايم على نفسه. فبقت المشكلة خطيرة جدا لأنها مرتبطة بالوزن الزايد اللي عند المريض، وعشان كده لازم نراعي نفسنا هاو إن احنا نحافظ على وزننا، وإزاي لو وزننا زاد إزاي نرجع لوزننا الطبيعي، سواء إذا كان بالأدوية أو لو ما فشلت الأدوية بالجراحات المختلفة للسمنة. هل أزود عن كده ولا ده كده؟ اتفضل. طبعا في أدوية كتير بتتاخد عشان موضوع السمنة. الأدوية كتير اللي بتتاخد كلها عشان يا إما تسد نفس المريض عشان ما ياكلش، يا إما تعمل له زي طبعة تغطي الأمعاء عشان ما يحصلش ابسوربشن، إن ما تمتصش الأكل من الأمعاء، يا إما في حاجات تانية عشان تمنع النشاط الهضمي للمواد اللي هي الغذائية اللي بتمتص منها. بس دي زي ما لها منافع زي ما لها. كتير قوي من الناس ما بتقدرش، يعني انا جالي مره مريض حاجه كده ما دخلتش من باب العياده، اول ما قعدت قالت لي ما تقوليش خسسي نفسك لان خلاص انا فشلت، فشوف لي طريقه تانية. فالطريقه الثانيه اللي هي عمليات المعده، سواء حزام المعده او ربط المعده او بالونه المعده، اللي هي حاجات بس مش احنا اللي بنعملها، في ناس متخصصه شغلتهم. في بعض الاحيان عشان نعالج العرض نفسه بنعمل عمليات لانقطاع التنفس الترددي، اللي هو نعمل عمليات في الحلق او في البلعوم عشان ندي اتساع للحلق او البلعوم، او الاذر واي ان احنا بندي له جهاز يحطه على بقه يدي له ضغط هواء جامد عشان يخليه يتنفس بالليل، ولو ان دي برضه حاجه ماشي مش ظريفه ابدا انك تنامي وعلى وشك جهاز بيديكي هواء صعب. شكرا جدا لحضرتك يا دكتور زكريا.